دلوقتي اول حاجه خدي قولي انت الفلوس. المفروض نشيل الفلوس لان الكوين ده اصلا ما ينفعش يعمل صدى. ممكن يعمل صدى على الهدوم كمان ويعمل برضه يبوظ الغساله زي ما طب بص، هو باختصار شديد عشان تبقوا انتوا فاهمين ان قبل ما نغسل الهدوم لازم نفضي الجيوب عشان ما يحصلش اي حاجه، لان لو موجود منديل ورق وبتغسلوه مع حاجه سودا ولا حاجه، المنديل بيتغسل فبيبهت على الحاجات السودا، بيسيب نقط المناديل على الهدوم، فعشان كده بيبقى الهدوم موبره زي ما بيقولوا. دلوقتي بقى في الجيب التاني في منديل برضو هنشيله علشان ممكن المنديل يلزق في الهدوم كده وما يتشلش، هيفضل لازق فيها بقى كده ويكون مفتف. لازم برضو نشيله. وبعديها المفروض بنقلب الهدوم بيها، والكم ده هيفضل متشمر كده. صح، والكم ده المفروض بنفك التانية، بنفك التانية علشان كده لو فضلنا سايبينه كده مش هيتنضف ومش هيتغسل، الوساخة هتفضل في التانية جوه. صح، هو كمان ممكن مش هيتغسل. نقلبه؟ لا، كمان لازم نقلبه علشان المفروض لما لو حطينا كلور او اي مسحوق يعني يكون من جوه، عشان لو في لسه في اثر يكون من جوه علشان ما يبوظش الهدوم من بره كده، عشان ما يجيلناش حساسيه يعني. ولو حصلت حاجه بتبقى من داخل الهدوم مش من براها. انت كنت قلبتيها كده، مش مهم، ما علينا. كيكه لازم بس اهو كده هنقلبه. بس قلبناه كده طبعا. لما تقلبها برضو تحافظ على الزراير، لان ممكن وانا برضو نقفل الزراير بالظبط. بس وكمان في ده كده ايوه ده بالنسبه برضو ده بتاع البنزينه ده خلت 3 جنيه معايا هحوشهم لك. مش بتوعي، هجيب لك عجله في العيد. بالنسبه لدول لازم السوسته بتبقى كده، المفروض نقفل السوسته لاخرها بالظبط علشان زي ما هي كده. تعرفين السوسته دي ممكن تعمل ايه يا بنات؟ ايه، ممكن تعمل صدى في الهدوم. ايه، عشان كده هنقلبها من جوه بالظبط. بس وممكن تقطع اي حاجه كمان. ايه كل ده؟ ايوه، نقلب الناحيه الثانيه. السوسته بتتفتح ما شاء الله. ايوه، برافو عليك. طب ما تدليهم. بصوا، هو انتوا بتقفلوا السوسته المفروض بتنزلوها عشان هي بيبقى فيها سن كده بيخش في مجرى معينه. ايوه، يخلي السوسته ما تنزلش تاني كده. ثانيه، راح فين الكم التاني؟ المهم قلبناها يعني. وخلاص. جمعي. نخش بعد كده لازم ان احنا نفصل الالوان عن بعض، كل يعني مثلا الوان الفاتحه مع بعض، والالوان الغامقه مع بعض، والالوان الصغيرين مع بعض، والالوان الكبار مع بعض. طب لو في بقع بقى، لو في بقع في الغسيل بنعمل ايه قبل ما نغسلها؟ بنعمل ايه؟ طبعا ما ينفعش مثلا احنا نغسل كل اسبوع، كما ينفعش نسيبها لغايه لما نيجي نغسل تاني، عشان ممكن تفضل العلامه عليه. نغسلها في ساعتها علشان البقعه تروح بسرعه. طيب، فضلنا سايبينها. يبقى انا البقعه تتفتت. انا بالنسبه لي بعمل حاجه كده لطيفه جدا، لكل بقعه ليها مزيل معين. صح. فانا بجيب المزيل بتاع البقعه اللي موجوده، يعني لو حبر او الم جافي مزيل للحبر، لو زيوت او شحوم ليها مزيل. صح. فبحاول ان انا اشيل البقعه الاول واغسلها عشان البقعه ما تثبتش في الهدوم، بس قبل ما احطها في الغساله لازم اشيل البقعه الاول بالمزيل بتاعها. في مزيل من المشروبات كمان، وفي مزيل للصدى على فكره. بس احنا في البدايه انا عايز اقول لكم ان الغسيل ليه قواعد معينه وليه اسرار، فالاسرار دي لازم تركزوا معاها اللي بتقولها جميله وزينه. وكمان الاقمشه، القماشه النيل الحساس لازم نغسله على ايدينا، ما ينفعش على الغساله. والحاجات اللي هو زي ما هم قالوا اللي هم الجاكيت البامب مثلا اللي هو بيبقى جواه. طب انتوا عارفين ان في علامات للهدوم؟ طبعا عارفين. العلامات دي بتبقى موجوده فين؟ بتبقى موجوده على التيكت في الهدوم من ورا. هشوفها على التيكت بتاع الهدوم. يعني مثلا بيبقى موجود مثلا مكوى، موجود كلور، حاجات زي كده. طيب ايه رايكم نشوف الصور ونشوف العلامات؟ طب يلا بينا. دي ارشادات دي مهمه جدا، ده لسه عارفها من قريب. يلا، اول صوره معانا اهي. هي دي ازاي نغسل وفين نغسلها يعني. الطبق اللي عليه الايد ده غسيل
الايه اليدوي غسيل اليدوي، والثاني اللي هو القطن، والثالث اللي هو الاصطناعي اللي هو يعني اللبس ده لبس اصطناعي. أيوة. والاخر واحده اللي هي واللي تحت ملابس داخليه غسيل على الناعم، واخر واحده اللي هي فيها الدايره او النقطه درجه حراره الماء. ايوه دي درجه حراره بتتكتب على الطبق بالظبط. واخر واحده اللي هنا ما ينفعش نغسلها خالص. طب يعني هو المقصود من ده خالص يعني، او المقصود من كل الكلام ده يا جماعه، ان كل قميص او جاكيت او وات ايفر ايه هو اللي موجود على التيكت بتاعه مكتوب ازاي يتغسل اساسا وايه نوعه، وهل ده يتغسل غسيل يدوي ولا يتغسل بالبخار ولا يتحط في الغساله. وفي علامات تانية كمان، وبرده وانت بتحط الحاجه في الغساله في درجات حراره معينه. صح. يعني ممكن اغسل حاجات صوف في درجه حراره عاليه فتلاقي ان هي كبرت. صح. وفي حاجات بتصغر، يبقى انا المفروض اركز يعني اركز في العلامات كويس جدا. طبعا القطن ما ينفعش اعمله بماء سخنه. تعرفين كمان ان انا هدوم الاطفال لازم نغسلها لوحدها، او كمان في علامات تانيه علشان يفضل غسيل ملابس الاطفال كده نغسلها لوحدها عشان نستخدم كميه كلور اقل بالظبط عشان جلدهم، علشان هم ممكن جسمهم حساس فممكن يجيلهم حساسيه. صح. صح. يلا بينا نروح للعلامات التانيه. يلا الله العلامات التانيه اللي هو التبييض اللي هو شبه الكلور او كده، زياده التبييض. ايوه بالظبط. مثلا اي عمليه تبييض عند الحاجه اللي هو مثلث كده، مثلث عادي ده عادي اللي احنا اي عمليه عليه اكس اللي هو تبييض الملابس بدون كلور كلورين فقط. تمام. والاحمر ده او اللي هو مظلل او اذا كان اي لونه ده ممنوع تبييض، معناه ان هو ممنوع خالص نحط عليه كلور. لو احمر عليه اكس لا، او حتى الاكس ده ممنوع نحط عليه كلور. الصوره اللي بعدها اهي التكفيف اللي هي الدايره وحواليها كده اسمها ايه، حواليها مربع وبنضع دي ممكن نوضع الملابس في مجفف الغساله. والتنظيف والدايره بس كده اللي هو تنظيف الجاف فقط، لو بس عم بنروح الدراي كلين عشان هو علشان الدراي كلين بيعملها بطريقه معينه بالظبط. واخر واحده اللي هي لونها احمر دي ما ينفعش نستخدم التكفيف بالظبط الملابس الغسال. ايوه. الصوره اللي بعديها وهي التجفيف، في اللي هو مربع جواه خط التجفيف على مستوى مسطح ماشي، ويمكن تجفيفه على الحبل اللي هو المربع اللي نازل منه كده نص داير. واخر واحده اللي هو يوصف التكفيف من دون العصر، يعني ما ينفعش نعصر الهدوم. ايوه عشان ممكن يتكرمش وما يتكش تاني، ممكن يبوظ كده يبوظ. الصوره اللي بعديها هي يمكن تكفيف الملابس في الغساله على حراره تناسب الملابس الداخليه، اللي هو مربع وفي دايره ونقطه واحده بس في النص. أيوة. ونفس الحاجه بس نقطتين، يمكن تكفيف الملابس في الغساله على حراره تناسب الملابس العاديه. اللي بعد الصوره اللي بعدها قابل للكي. قابل للكي على حراره بارده درجات مئويه اقصى حاجه يعني 110. تمام. دي اللي فيها ثلاث نقط. قابل للكي اللي هو يكوي على حراره متوسطه، يعني مثلا كحد اقصى اللي هو 150. قابل اللي هو نقطتين. ايوه. قابل اللي هي فيها نقطه بقت واحده بس. قابل للكي على حراره مرتفعه اقصى حاجه هي 200. وكمان اللي هو عليه اكس ده اكس غير قابل للكي بس. خليكم هنا في صوره ثانيه. لا في صوره ثانيه وبس كده انتوا تعبتوا. واحنا كده لازم دايما قبل ما نعمل اي حاجه او نغسله او نعمل اي حاجه في الهدوم اللي احنا هرام يعني قبل ما نغسل الهدوم لازم او نكويها مثلا كويس جدا، او نكويها لازم نشوف الرموز بس. أيوة. كان لا قصدي اقول يعني ماشي، ونشوف القماش نفسه بتاع الهدوم محتاج ايه، محتاج درجه حراره ازاي، محتاج يتغسل بغساله ولا يتغسل بالبخار. فدي العلامات دي مهمه جدا لازم نركز فيها. واكيد اللي هيبقى عارف العلامات دي كويس هي الام، لان هي المسؤوله عن الحاجات دي
فنسألها. اسأل واستشير قبل الغسل والنشير.